السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين المتابعين، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. عاجل، أمريكا تستدعي ورقة أحمد علي، وإلى التفاصيل. استدعت الولايات المتحدة الأمريكية ورقة جديدة إلى الواجهة بترتيب وتنسيق إماراتي بعد فشلها في إيقاف عمليات قوات صنعاء المساندة لغزة. وشطبت لجنة العقوبات في مجلس الأمن الدولي بضغط من أمريكا اسمي أحمد علي عبد الله صالح ووالده لاستخدامه في التصعيد ضد صنعاء، ردا على رفضها العروض الأمريكية المتكررة مقابل إيقاف عمليات المساندة لغزة. وسيتيح رفع العقوبات الدولية عن أحمد علي له التصرف في مليارات الدولارات التي تتهم الأمم المتحدة أباه بمراكمتها خلال فترة توليه السلطة، والبالغة 60 مليار دولار وفق تقرير رسمي. وسيمكنه القرار من إدارة عقارات عدة باسمه في شارع الشانزليزيه وقرب قوس الناصر بالعاصمة الفرنسية باريس، اشتراها خلال الفترة من 2005 إلى 2010 ميلادية، وتصل قيمتها إلى ربع مليار يورو حسب صحيفة ليبراسيون الفرنسية، بالإضافة إلى استثمارات في 10 بلدان أخرى. أشكركم على حسن متابعتي والإصغاء، ولا تنسوا الإعجاب والتعليق على الفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.